ازي حضرتك يا استاذ صادق؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي ممكن بس اكلم حضرتك؟ معاكي. اكيد حضرتك بس الصوت شوية. الصوت بس حضرتك يا شيخ انوضحه محمد، اكتر يا ريت. بتسلم على حضرتك يا شيخ. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك. اتفضلي يا ممي. لو سمحت يا شيخنا، انا كنت عندي مشكله مع مرات اخويا، يعني ما كنتش متخانقه معاه ولا حاجه، يعني ما كانش فيه خناقات ولا اي حاجه. تمام. فالمهم كان بقالي فتره كبيره ما رحتلهاش، فرحت يعني عشان ازورهم وكده من يومين، لقيت مقابلتها وحشه، لقيت مقابلتها وحشه وكده معايا ومتغيره ومتجاهلاني وانا قاعده معاهم. فليه وليه اللي انا بقول لها يعني اتكلمي كويس او كده، او ابتدي مثلا وانا بكلمك. رحنا بقى شادين مع بعض، وحلفت قلت لها انا مش هاجي عندكم تاني، ورحت ماشيه وسابتني، مشيت زعلانه. طيب انتي ما سألتهاش من البداية ايه السبب اللي مخليها متغيرة؟ هي بتقول لي لا عادي، انا قاعده عادي، بس هي مقابلتها وحشه وقاعده قعدتها وحشه كمان، يعني مش مدياني اي اهميه. فانتي واجهتيها فالموضوع تحول لمشكلة. طيب يا ماما احنا هنرد عليكي. حاضر، بس يقول لي يعني قدام القريب بيعمل كده، الغريب بيعمل ايه يعني؟ هنرد عليكي. قريبتي حاضر كمان يا ده، هي كمان ماما، قريبتي. حاضر يا ماما، هنرد عليكي. بنتكلم في صميم فكرة العلاقات، وفكرة ان في ابواب كتيرة قوي ومداخل كتيرة قوي في العلاقات. موقف زي ده موقف شائع ومتكرر، رأي حضرتك ايه يا شيخ محمد؟ هو الأصل أنني إذا حضرت إلى بيت فأنا ضيف، والضيف له عند المضيف حق وعليه واجب. أما الحق الذي عليه الذي له هو أن يأتيه واجب الضيافة بالوضع الذي يراه أصحاب المنزل، وأما الواجب الذي علي كضيف أن أجلس في المكان حيث أمرني أصحابه، المكان الذي حدده أصحاب البيت، وفي نفس الوقت ألا أقلب النظر في البيت، فليكن الإنسان في بيت غيره خجولا وقورا، ملتزم بالصمت، لا يتحدث كضيف إلا إذا أذن له، وألا يفتح على نفسه أبوابا لا يعرف لها محامد، ولا يسلك بابا تدار فيه المشكلة أو الخلافات. ده الأصل، أن أنا أبقى في المكان ملتزم الصمت، وإن لم يعجبني وضع داخل بيت الضيف أتحدث إليه فيما بعد وليس في المقام نفسه. مش فأنا في بيته، طبعا بستأذن وبخلص الموضوع السلام وبعد كده عليكم وبعدين بعاتب بعد نتكلم. كده. بس ما هي الفكرة دايما في موضوع العلاقات ده فيها عوامل كتيرة قوي، نعم من ضمنها الوقت المناسب، ومن ضمنها بالظبط، الموقف، ايه الأولوية، اتصرف ازاي، نعم انهي، ابدي ايه على ايه. صحيح. طيب هي دلوقتي الموضوع وصل لمشكلة، النصيحة اللي حضرتك تنصحها ايه لماما عشان تتصرف في الموضوع ده؟ يعني أنصحها بأن تجعل أخاها طرفا، وأن تتحدث أو أن تتحدث إليه أخوها، وفي نفس الوقت يعني قد تكون زوجة أخيها في هذا الوقت لديها مشكلة ببيتها فتغيرت تبعا للظروف المحيطة، جايز بينها وبين أولادها في مشكلة، جايز في مشكلة بينها وبين زوجها، فالدنيا مش مناسبة إنها تديك وش كويس، خلاص عدت عليها فوتوا الأمور. نتغافل. طبعا هو ده التغافل عن بعض أفعال الآخرين، لأننا لسنا أنبياء ولسنا أولياء ولسنا مصطفين من قبل الله عز وجل. هي الفكره لما كل حاجه نحولها للكرامه، هي شافت صحيح. اللي قدامي بيعاملني بطريقه وحشه، الزم حدودك ما تتكلمش كده. الفكره ان احنا امتى نكبر الموضوع ونقف له وقفه، وامتى نتغافل عنه. بالظبط، هو ده اهم حاجه، ان انا اختار التوقيت. لما ربنا سبحانه وتعالى اختار اوقات دخول الولد على ابيه وعلى امه اختار توقيتا مناسبا، في اوقات ما ينفعش. كذلك انا كمان اكتشف الجو مناسب ان انا اروح عند استاذه ساره واقعد معاها ولا لا، ده مهم جدا. تمام. طيب هي قفلت قفله مهمه جدا عايزين نقف عندها، ان هي اللي شاغلها في الموضوع مش الفكره نتصرف ازاي، ان هي قالت حاجه قبلها انا مش هدخلهم البيت تاني. هي حلفت بالظبط، دي مشكله. الحاجه التانيه ان هي بتقول هل اذا كان ده بمناسبه بيجي من الحلفان. القريب، اتفضل. اذا كان ده بيجي من القريب امال الغريب ايه؟ فهي اللي مسيطر عليها الوجع، احنا عايزين نوجهها لفكره الحل وفكره القطيعه ان دي مرفوضه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه اذا حلف احدكم على امر
وتبين أفضل منه فليكفر عن يمينه، ليكفر عن يمينه، فعليها الكفارة ثم أن تصل الرحمة مرة أخرى. ده أول حاجة، يبقى عليها تكفر، لأن ما ينفعش أحلف إن أنا مش هروح عند أمي. تكفر تدفع كام أو تعمل إيه؟ الكفارة إطعام 10 مساكين. تمام. إطعام 10 مساكين بوجبة في اليوم، مش الصيام الأول، عشان الناس فاهمة غلط جدا في المسألة دي. تمام. واحد يقول أنا حلفت طب أنا هصوم 3 أيام، لا طبعا، الأولى الكفارة. الأول إطعام إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد. تاني حاجة، عليها أن تصل العلاقة بينها وبين أخيها، بينها وبين أخيها، وأن تود أبناء أخيها، ده الأصل، وأن تتعامل مع الموقف في حكمة، وأن تتعامل مع الموقف في حكمة. الكلام مش لأم مي فقط، وإنما لكل أم مي من أمهاتنا وأخواتنا في مصر. تمام. علينا ان يتعاملنا بهذه، ده كلام مهم قوي، وانا نفسي اقول لام مي حاجه صغيره. ام مي اولا صديقه البرنامج وبقى لنا سنتين طبعاً. فلازم يا ام مي يكون بقى في النهايه التصرف غير تصرفات الناس اللي هي يعني مش بتسمع العلم ده من مشايخنا. صح. فده اللي بيفرق بقى، العلم بيهذب وبيخلي انك بتفكري في حلول بره الصندوق. انا نفسي المكالمه الجايه اللي تكلمها لنا يا ام مي تقولي ان انت ظبطتي الموضوع ده بكيفيه ما، وقلنا حلتيه ازاي يعني هنا، يعني والشيخ محمد يبقى شاهد على الموضوع. أكيد. يعني يا ريت لو هتكلمينا حتى نديكي اسبوع لحد الخميس الجاي تقولي عملت ايه في الموضوع ده بالمعلومات اللي قالها الشيخ محمد وبالرصيد اللي سمعتيه من خلال البرنامج، لان لازم يكون في حل مختلف، وانا متاكده انك هتحليها صح ان شاء الله.